كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديها له. عهد قطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي على نفسه في بداية فترة حكمه. أنا هخليكم تمشوا وتتكعبلوا في الشقق. على عدة جبهات انطلقت محاور الإنجاز. في البدء أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية طرح وحدات سكنية في 22 محافظة بمساحة 90 متراً مرباً للوحدة لصالح منخفض الدخل بمخصصات بلغت 11 مليار و600 مليون جنيه تقريباً. أنا أقدر أعمل مليون شقة في سنة واثنين، أقدر أعمل كده لأولادي. وقد نجحت تلك المبادرة في تحسين جودة الحياة ووقف نمو المناطق العشوائية. بعدها وبتكليف رئاسي كذلك أطلقت مبادرة سكن لكل المصريين التي كانت تهدف إلى توفير 500 ألف وحدة سكنية لصالح محدود الدخل أيضا. المبادرات الرئاسية امتدت لتشمل أطيافاً أخرى، فقد تم تنفيذ وتشييد وحدات إسكان للطبقات المتوسطة. تلك الوحدات بلغ عددها حوالي 500 ألف وحدة بتكلفة إجمالية تعادل حوالي 51 مليار جنيه، وقد استفاد منها حوالي 920 ألف مواطن خلال السنوات الثماني الفائتة. الفئات الأعلى دخلاً كان لها نصيب من مبادرة الإسكان الرئاسية، حيث تم تنفيذ مشروعي دار مصر وسكن مصر بإجمالي 70 ألف وحدة تقريباً حتى الآن. سنوات قلائل مضت ومعها تحول الحلم إلى حقيقة بعدما انطلقت مؤسسات الدولة المصرية لتنفيذ وتحقيق العهد الرئاسي الرامي إلى تحقيق حياة كريمة وتغيير واقع ملايين المواطنين.